عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، فيدخل في هذا الذكر والأنثى، الكبير في السن، العاجز، المريض، الصحيح، فهذا شامل. وقوله تعلق أبلغ من قوله من علق، لأن هذه العبارة توحي بأنه وضع هذا الشيء لمعتقد دفعه إليه، وإلا فقد يكون الإنسان معلقا للشيء دون هذا المعتقد. فكلمة تعلق يدل على أن فيها جذب، لا يكون في كلمة علق. وكلمة من تعلق تفيد التعليق على نفسه وعلى غيره. ولذا لو أن الأب علق هذا الشيء على أحد من أبنائه الصغار، فإن هؤلاء الصغار لا يلامون، وإنما الملامة تكون على من علق. وقوله عليه الصلاة والسلام تميمة، التميمة في مفرداتها وحروفها كانوا يتفاءلون بها بأنها من باب تمام الشيء، لكن التفاؤل لا يكون إلا بما أباحه الشرع لا بما حرمه. ولذا لما قصدوا هذه التمائم المحرمة لكي تتم أمورهم العقاب فلا أتم الله له، معاملة له بنقيض قصده. ولو قال قائل: ما هي التميمة؟ التميمة هي عبارة عن خرز يصنعونها لكي يضعوها على أنفسهم وعلى صبيانهم ودوابهم خيفة من العين، لا ينحصر الحكم على هذه الخرز، بل هي شاملة لكل ما وضع من أجل دفع العين أو دفع الضر، حتى ولو كان من حصى أو من خشب أو من مسامير. ولذا نكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: من تعلق تميمة. والمقرر في أصول الفقه أن النكرة في سياق الشرط تعم، لأن عندنا من اسم شرط، فهذا أسلوب شرط، هذا الأسلوب ذكر فيه كلمة تميمة، هذه الكلمة منكرة فتكون شاملة. ومن هنا يستدل بهذا الحديث على أن التمائم بجميع أنواعها لا تجوز، سواء كانت من الخرز أو الخشب أو نحو ذلك، أو التمائم التي تكون من القرآن، كما لو وضع آية الكرسي في لوح وعلق هذا اللوح على صدره لكي تحفظه، فهذا الحديث قاطع في هذا الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له، قلنا كما سبق معاملة له بنقيض قصده. لو قال قائل: هذه الجملة هل هي خبرية أم طلبية؟ ولتعلم أن الطلبية عند النحويين تختلف عنها عند البلاغيين. فهنا فلا أتم الله له، هل هي عند أهل البلاغة طلبية بمعنى أنها دعاء، أم أنها خبرية بمعنى أنها خبر؟ محتمل أن تكون الجملة خبرية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له أمرا، ويحتمل أن تكون طلبية فيكون هذا السياق دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة، كأنه عليه الصلاة والسلام يدعو بعدم التمام على من علق تميمة. والجملة الخبرية أبلغ في هذا المقام من الطلبية. لما؟ لأن الشيء المخبر عنه من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه واقع لا محالة، فكونه عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله لا يتم أمر هذا الرجل فإنه واقع. بينما لو كان الطلبية يحتمل أن يستجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن لا تستجاب، وإن كان الغالب في دعوته أن تستجاب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. ويستفاد من هذه الجملة أن من توكل على الله عز وجل وفوض أمره إليه واعتقد أن النفع منه جل وعلا وأن دفع الضر منه جل وعلا فإن أمره في تمام. وهذا يؤخذ من مفهوم الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يفهم من ذلك أن من ترك التمائم
تقربا إلى الله عز وجل فإن أمره في تمام، وهذا واضح من قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. القول في من وتعلق كالقول في من تعلق في الجملة الأولى. من تعلق ودعه، ويصح أن تقول من تعلق ودعه، فيصح الوجهان. ولو قال قائل: ما هي الودعة؟ قال بعض العلماء: هي أحجار بيض تستخرج من البحر، وقيل هي أحجار تشبه الأصداف التي تكون في البحر، كانوا يستخرجونها ويعلقونها على أنفسهم وصبيانهم ظنا منهم أنها تدفع الضر وتمنع نزول العين. وقوله ودعة نكرة في سياق الشر فتعم أي ودعة. وقوله فلا ودع الله له، القول فيها كالقول في جملة فلا أتم الله له سواء بسواء. ومعنى فلا ودع الله له أي لم يجعله جل وعلا في دعة وسكون وراحة معاملة له بنقيض قصد، فلا يكون أمره في تمام ولا في سكون ولا في دعة. وما جرى من حديث عند جملة فلا أتم الله له يجري هنا، فمثلا عندكم الفاء في قوله فلا ودع الله له، لأن الجملة طلبية عند النحويين. وهل هذه الجملة طلبية أو خبرية عند البلاغيين؟ كما قلنا قولان. وأيضا أن من ترك هذه الودعة توكلا على الله عز وجل فإن الله عز وجل يعوضه بالسكون والدعة والراحة. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق مرت معنا، وكذلك القول في تميمة. وكلمة أشرك جاءت مطلقة، فهل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ فقوله فقد أشرك إن كان في تعليقه لها معتقدا أنها مؤثرة بذاتها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فهو شرك أكبر.